نديم مالك؟ انت كويس؟ لا طب اقعد. في ايه؟ انا متلخبط. ليه؟ في الأوقات اللي زي دي كنت بحب أحكي لجميل. طب ممكن تعتبرني جميل وتحكي لي؟ مش هينفع عشان انتي مش جميل. مش معنى جميل؟ عشان جميل ده صاحبي الوحيد. بس مش أنا برضو صاحبتك؟ ممكن تحكي لي؟ وانا ينفع احكي لك عنك؟ انا في الاول ما كنتش عارف اذا كنت بحبك ولا لا، بس لما سألت جميل قال انك تحب حد هو ان انت تفكر فيه طول الوقت، وانا بفكر فيك طول الوقت. انا قادر افهم إن البني آدم ممكن يبعد عن الناس اللي بيحبها لما يموت، زي جميل وماما، بس مش قادر أفهمه إزاي أبعد عن ناس بحبها وهم عايشين. على فكرة أنا مش بزهق منك خالص. ولا أنا بزهق منك. ما ده اللي ملخبطني. انتي بتقولي كده وفي نفس الوقت عايزة تطلقي. نديم، هو انت مش عايزنا نتطلق؟ لا، انتي عايزة؟ لما اخذ ده مكتب محاماة؟ ايوه. امال فين الاستاذ نديم المحامي؟ انت نديم؟ ايوه، نديم احمد ابو السريع. يا راجل، اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.